Oh my god! I'm in a surprise! يا حياتي يا أنا يا حياتي. هاي للكل، جايبتكم معي اليوم على بيكنيك. امبارح قرروا بنات خالتي بيكنيك هون منطقة شو اسمها المنطقة؟ أرسون؟ أرسون كثير حلوة، شوفوا المناظر اللي ماشية فيها. فجيت بيكنيك وقلت بجيبكم معي مثل العادة، بتعرفوني باخذكم معي على هيك مطارح. في هون بيت رفيقتها لبنت خالتي هي بهالمنطقة، وعندهم كمان مطرح بيعملوا فيه بيكنيك، يعني هيك قعدات ومشاوي. فهيدا المطرح لإلهم هون، وعندهم بيت قريب عليه. فشوفوا المنظر شو حلو، بتمشوا الغابة لحتى توصل لعندهم على البيت. هون كمان تقطع هيدا الجسر، صوت الشجر والرواق هون كثير كثير حلو. هيدا وراي نهر. واو، شوفوا هون بيت رفيقتها لبنت خالتي، هيدا الدرج بيطلعوا له هيك قديم. يا انا غرامة هيك مطارح، شوفوا شوفوا الدرج كيف هو، درجات العالية. بس انا بموت بهيك محلات، بتحبوا هيك محلات؟ وهلا قاعدة انا ودعت بنت خالتي حبيبي اللي بحبها كتير كتير، شايفين فيديوهات بالشانل عندي مع دعت. وشوفوا المنظر هون، عن جد يا ريت فيكم تكونوا معنا، لان بعقل. شوفوا المنظر ورانا كله هون هيك، المنطقة دراج وانهار وقعدات بتعقد. شو رايك بمنطقه دعد؟ بتجنن كثير حلو، بس ضيعتي اجمل بكثير. اكيد عين الاسد. ايه اصلا في فيديو كمان انا مصورته فوق بعين الاسد بضيعه بنت خالتي وقت هديك السنه، مش كان عيد الاضحى دخلي؟ بلا كان عيد الاضحى، كنت عم توزعوا عيد الاضحى، كانوا عم بيوزعوا اشياء للاولاد وهيك، وكنا عاملينه بالضيعه فوق. بدكم روحوا شوفوه بالفيديوهات السابقه، كان عندنا فلوج هيك، كان عم عيد الاضحى حجز المحبه، صح، ونوزع معمول وهالاشياء. مزبوط. فاليوم حبيت هيك كمان شارككم بهيدا النهار، شو شو بدنا نعمل اشياء. فيلا خليكم معنا. جايبتكم هون على هون بيت رفيقتها لبنت خالتي، هيك من هول البيوت القديم الحلو الحجر. ياي شو بحب هيك. هيدا قال هون الصوفة عندهم يتخانقوا عليها، مين بده يقعد عليها قد ما عندهم هون برود. شوفوا المنظر هون، هيدا المنظر عنده من البيت. تخيلوا قاعدين بهيك بيت، تظهروا شيء؟ اكيد لا. انا لا ما بظهر. هاي بنت خالتي بتحب البسينات والكلاب، وانا كمان. سو كيوت. سو زعلوا زعلوا، يو كيوت. شوفوا لحقنا لهون، لحقنا من البيت من فوق لهون، ماشي معنا. في اهضم من هيك؟ في اهضم من هيك؟ ليك ليك سبقنا. يلا تعال. ليك كيف لحقنا؟ هرهور سميته على بسينتي اللي كانت عندي قبل. هرهور بسين كان مش بسينه، بس هذاك كان لونه اسود وابيض. هرهور هرهور هرهور، تعال روح معنا هرهور، تعال هرهور. شوي عن جد بتعقد. طقس هلا شوي شوب، بس اوقات بيجي حبات برود حلوه. هون الجميع عم بحضر، بلشت هلا المشاوي. يامي خالتو، هاي خالتو، هاي خالو، هاي عيوني، هاي هاي. شو هالاجواء الحلوه يا عم؟ جد ايه موجودكم. الله يخليكم يا حبيبه قلبي. خالتو حبيبه قلبي. ايه قومي يلا.
باش يجهز الاكل. ماما عطينا نورا، نورا عم تعملنا البطاطا. وقت الاكل طوق حطيت وسلطه، طب عدل ما طعم باستا وفتوش ولحم ومزاج. انت عم تصوري انه انا بس الوحيد عم مشوار؟ يا فيك عم حافه هيا شو بدك؟ عم صور حالي عم باكل. اه صوري حالك عم تاكلي. انت شو عم تاكلي؟ لحمه؟ او ديك او شو رايكم بالمطبخ بالطبيعه؟ عم تشومين؟ لا اما بتروح سنتي هي وسامع جاي شومين مبيع لعناب لبنان كله. انا كثير بحب هيدي الفيديوهات اعملها بالشانل عندي، فهلا اول مره بتشجع قولوا لي بدكم اعمل هيك فيديوهات سير. ساكنه هون بيروت اما السبتيه؟ السبتيه لفوق مستشفى بيطار اما لفوق لفوق بطلعت مستشفى بيطار. طلعت مستشفى بيطار. كثير طيب الاكل، بطاطا بتشهر، حمص، كتوش، كل شيء طيب. وصلت سمتي حظي هلا. كنت وين عايشة برا؟ عشت بدبي وبقطر. ما عم نزحنا. بعدنا عم باكل. هاي سمكة حرة بيقولوا لها خالو بيعملها كثير طيبة، مشهور فيها يعني قد ما بيعملها طيبة، فهالمرة عملها كثير كثير بتشهي والكل حبها. إذا بدكم أعملكم إياها قولوا لي لحتى أروح عند خالو نعملها. يا الله مثل ما شايفين هذا العب العب الاولاد عم بتسلى كثير، والاجواء كثير حلوه، العيله والاصحاب والجو والطقس والطبيعه وكل شيء حلو هون. بتمنى تكونوا عم تستمتعوا معي بالمشاوير اللي باخذكم فيها معي، وانا كثير عم انبسط انه نزل هالفيديوهات على اليوتيوب، عم يضلهم لبعدين كذكريات حلوه. اوقات هيك فيديوهات وصور عنا بتروح او بنضيعها، فبحس على اليوتيوب رح تضلك كل العمر، واحد هيك يحضرها بعد فتره طويله، لانه عن جد انا عندي من زمان كثير قصص وصور، سافرت كثير قبل، بس يا ريت كنت قبل اعرف اليوتيوب ونزل. وندمان انه صدقوني بكل سفرات اللي قبل والصور، حتى صور ما عندي، كل شيء تغيرت الايام والظروف، ضيعت اشياء، شيء عن لابتوب شيء عن تليفونات راحوا. فهالشيء بخلي انه الفيديوهات ولا شو عملنا موجود على اليوتيوب. شوفوا شو عم باكل درة على الفحم. خل يعيد مين؟ يا عيد اليوم. او ماي جاد. هلا ريتا. هلا ريتا. بين البيه لريما ولريتا. يلا وين السكاكين؟ وين السكينة؟ ينعاد عليكم. ميرسي. هابي بيرثداي لريتا ولريما.
روحي على الصيف. يلا مريم روحي على الصيف. يلا عالضبع. يلا انا بعد. يلا ريتا وريما ايد واحده. يلا وقفوا وراهم. كاميرا. هي هو. يلا. يلا. دايمين يلا روحوا على الصيف. سوربريز عيد ميلادي هو قطع من يومين 19 آب وكثير انبسطت بالسوربريز. ميرسي للكل بحبكم كثير. في حدا يوقف حدي هون يعطيك نافه كيك مربى شو ما بدكم فيه. يلا شو بدكم؟ بعدنا قاعدين هون وصار الساعة 5 وكتير كتير عن جد صلينا وانبسطت كتير بالسربرايز عملوا لي اياها بنت خالتي والكل هون. وكان في كمان ثاقبة عيد ميلاد رفيقتها لبنت خالتي ريما كمان كنا مع بعض. كانت سربرايز كتير حلوة ومتسليين كتير بالقعدة وحاطين صباح. فما بعرف بعد شو هنعمل واكيد رح صور لكم اذا عملنا شي بعد. فبتمنى تكونوا عم تستمتعوا معي بهالفيديو. هلا وقت البطيخ يعني شو اسمه بعد ما شبعنا بعد ما شبعنا كله قال لي اكل الحمير بطل في شيء يا امي مش بعيد عن العائله فسر شو عليك اجت الكنافه لك شو غنوج لك شو غنوج هرهور شو مبسوط لك صوته يعني مبسوط يا حياتي انا يا حياتي مبسوط ترى عند خاله بده بس ضل معي بده يضل معي حبني هي سو كيوت هرهور هاي شوف ما هدمه يا الله شو حلو يرد في اخدي معي وصار وقت نفل كان عن جد مشوار بعقد وكتير كتير انبسطنا وهلا رايحين على البيت بحبكم كتير بشوفكم بالفيديو الجاي.